مساء الخير، انا سرايا محمد، بلعب باسكت في نادي الاهلي في منتخب مصر. وهرد على كل اسئلتكم، كل حاجه هتقولوها هجاوب عليها دلوقتي. ازاي بتقدري تأقلمي نفسك في المجتمع بتاعنا اللي ساعات كتير بيهد اي حد بيحاول ينجح؟ هو انا باقلم نفسي طبعا في المجتمع ده، ان انا بحس ان انا مثلا حتى في شغلي لما بيكونوا مثلا يقعدوا يقولوا لي انت هتلحقي تروحي التمرين بتاعك ولا هتلحقي تروحي الماتش او كده، لا خالص، انا مع نفسي بنفسي بخلص حاجاتي بسرعه، بخلصها في وقت قليل علشان اعرف انجز واخرج مثلا بره الشغل اروح التمرين على طول، ما اتاخرش لو عندي ماتش او حاجه لازم انجز بسرعه. المجتمع طبعا اللي حواليا في زي ما في اللي بيحبط، في طبعا اللي بيشجع، فانا ما بركزش مع اللي بيحبطني، انا بركز مع اللي بيشجعني اكتر، اهلي بقى، اصحابي، فرقتي، الناس دي كلها، الناس اللي بتنزل لي بوستات على فيسبوك، الناس اللي بتنزل لي حاجات على الانستجرام، هي دي الناس اللي انا بركز معاها اكتر. بشوف طبعا حاجات في ناس كتيره بتنقدني، في ناس كتيره بتتكلم عليا كويس، بس مش بركز زي اللي فيه بيتكلم عليا كويس، في اللي بيتكلم عليا مش كويس. اشمعنى اخترتي 3 في 3 مش السله العاديه؟ والله انا لا، هو انا مش ما اخترتش التلاتة على تلاتة وسبت الخمسة على خمسة، هي الخمسة على خمسة حاجة، وانا في منتخب الخمسة على خمسة وفي منتخب التلاتة على تلاتة، بس هي بتفرق انه في التلاتة على تلاتة مثلا بتبقى نسخة مصغرة من خمسة على خمسة، خمسة على خمسة دي تعتبر ان انا بلعب في ملعب كامل مفتوح، لينا تايم اوت براحتنا، اي حاجة، بس ليها منتخب لوحدها، يعني مش شرط اللعيبة اللي بتلعب في تلاتة على تلاتة تبقاش تلعب في الخمسة على خمسة او العكس، لا انا بلعب في الخمسة على خمسة وبلعب في تلاتة على تلاتة عادي. المستوى الكبير اللي بتقدميه بيكون محتاج تدريب كتير والتزام تجاه اللعبة، ازاي كبنت مصرية وعربية ومحجبة قدرتي تعملي ده؟ وايه التحديات اللي واجهتك؟ في والله تحديات كتيرة قوي قابلتني من وانا صغيرة، ان يمكن دراستي بصراحة كانت هي اول حاجة كانت بتقابلني، ما كنتش ببقى عارفة ازاي ان انا اخلص درسي او ان انا اخلص محاضرتي في الشغل، في سوري في الجامعة، او ان انا انجز شغلي بسرعة او كده، بس قدرت ان انا اتغلب على الحاجات دي بسرعة، انجزت نفسي في المدرسة في الجامعة، كنت على طول بقعد اقول لهم في ادارة الجامعة يعني ان انا عندي ماتش او تمرين او اي حاجة، فكانوا هم على طول طب احنا هنخليكي تمتحني لوحدك، هنخليكي تخلصي كل دروسك على طول، كل محاضراتك بدري بدري. فان انا اول بنت مصريه محجبه ابقى ظاهره بالصوره دي، ده بالنسبه لي انا فخوره بنفسي طبعا ان انا اول واحده مصريه محجبه ابقى مشاركه في بطولات افريقيه ومشاركه في بطولات دوليه واخد كمان لقب فردي، انا بالنسبه لي انا اول واحده مصريه اخد هدافه افريقيا، اخد احسن لعيبه في افريقيا ايا كانت 3 على 3 او 5 على 5. حتى البوستات اللي بتنزل لي على الانستجرام او فيسبوك او كده لما بشوفها قد ايه انا بكون فخوره بنفسي، اهلي كمان بيكونوا فخورين بيا جدا باللي انا بعمله، في وقت قليل قوي في شهرين قدرت ان انا احقق القاب فرديه على طول يعني، فانا مبسوطه من نفسي جدا في الموسم ده بالذات يعني. هل كونك لاعبه محجبه ده بيمثل لك عائق في الاحتراف في اوروبا او امريكا؟ خالص خالص، ده انا حتى لما كذا حد كلمني بعد بطوله افريقيا 5 على 5 اللي فاتت، جالي ان انا ممكن احترف في تركيا، جالي ان انا ممكن احترف في الصين، فرنسا، الحاجات دي خالص مش بتعمل، حتى الاتحاد الدولي بوافق خلاص ان اللعيبه تلعب بالحجاب، فمبقاش في اي مشكله، ينفع ان انا احترف وطالما الاتحاد الدولي وافق يبقى اي حاجه في الدنيا تانية ممكن توافق، اذا كانت بقى احتراف، بطولات دوليه، بطولات افريقيه، كل الحاجات دي خلاص بقت موافقين عليها يعني. لو عاوز بنتي تلعب سله اخليها تبدا من سن كام؟ وايه طموحاتك الفتره الجايه؟ انا بشوف من وجهه نظري ان يعني ما يبتديش، يعني اللي هو فعلا عايز بنته تلعب سله ما تبتديش وهي كبيره، تبتدي وهي صغيره، بيبقى الموضوع اسهل بكتير، بيبقى سرعه استجابتها اكتر، يعني زي انا ابتديت من وانا عندي 8 سنين. تفرق بقى موهوبه او مش موهوبه، يعني مش شرط كل اللعيبه اللي كانوا بيلعبوا كانوا موهوبين، بس هم صغيرين بيبقى عندهم اللي هم بيسمعوا للمدرب اكتر، بيبقى عايزين يبقوا يوصلوا لاقصى حاجه عندهم، بيبقوا فاضيين للتمرين، عندهم شغف للتمرين اكتر، بيحبوا التمرين، فهيبقوا يجوا التمرين، هيخلصوا مدرسه وينجزوا بسرعه عشان يجوا التمرين، فالحاجات دي كلها من سن صغير بتبقى سرعه الاستجابه هم صغيرين بتبقى اكتر. حتى دلوقتي مثلا لما الناس بتيجي تشوفني ان انا بشوط بطريقه غريبه شويه لما رجلي بتعمل كده في الهواء، صعب ان انا اغيرها وانا كبيره، بس وانا صغيره لو كان حد اتدرب عليا من وانا صغيره ومسكني قال لي لا انت تشوتي بستايل معين، كان ساعتها من وانا صغيره كنت هعرف، انما دلوقتي انا خلاص اقلمت نفسي انا بجيبها كده فمش هعرف اشوطها غير كده. طموحاتك الفتره الجايه؟ طموحاتي الفترة الجاية أنا نفسي بصراحة إن أنا ألعب كأس عالم أو أولمبياد، دي الحاجة الوحيدة اللي أنا ما عملتهاش، وأركز مع النادي أكتر، أنا الفترة الجاية المنتخب هيتوقف شوية، فعندي أفريقيا أندية مع النادي،
وعندي دوري وكاس وسوبر، فهم دول الثلاث حاجات يعني. خلاص دلوقتي بقيت مركزه اكتر مع النادي. المنتخب خلصته، عملت فيه كل اللي انا عايزاه الحمد لله، خدت احسن لعيبه في 3 على 3 وهدافه واحسن ثلاث لعيبه في البطوله. فخلاص يعني خلصت المنتخب، دلوقتي هركز مع النادي. بس اقصى حاجه انا نفسي اوصل لها بصراحه انه اخد احسن لعيبه في افريقيا في 5 على 5، واني اوصل كاس عالم او اولمبياد نفسي فيها. هل لعبت السله بسبب اعجابك بلعيب معين او فريق معين؟ لا، لعبت السله من وانا صغيره، من لما زي ما قلت لك انا عندي 8 سنين. فمش عشان انا اعجبت بحد، يمكن دلوقتي بتدرب على نفسي عشان انا معجبه مثلا بستيفن كوري، بطريقه لعبه، بازاي هو يعني هو ليدر في الملعب، ازاي هو عارف يوظف نفسه، ازاي عارف يوظف اللي معاه، بيساعد اللي معاه بيساعدوه، بيديله على طول ان هو يشوت وهو اوبن شوتس على طول عشان هو مميز في الشوت. بس وانا صغيره انا ابتديت، لان كان ساعتها بقى السن اللي هو كله بيلعب كل الالعاب لحد ما يلاقي نفسه موهوب في حاجه. فهو ده السن اللي خلاني فعلا، والمدرب بتاعي كمان اللي قال لي انت هتبقي مشروع نجمه. من ساعتها وانا ما سبتش صراحه الجمله دي وفضلت وراه. دلوقتي بتدرب على نفسي ومعجبه بستيفن كوري، وبتدرب ان انا اكون زيه. بس ابتديت من وانا صغيره يعني. هل بتتابعي الـ NBA؟ وهل في فريق مفضل ليكي؟ بتابع NBA على طول، بشوف ماتشات كتير جدا حتى لما بكون متاخره. بشوف طبعا بالنسبه لي ستيفن كوري ايدل يعني، وكوبي براينت. ليه بتكتبي اسمك بحرف الاس مش تي اتش؟ عادي والله، انا حتى لما كنت في المدرسه كنت بكتبها بالتي اتش، بعد كده حسيت الناس هتقراها على الفيسبوك او على تويتر او انستجرام ثريا، فقلت عادي الناس تقولي ثريا مفيش اي مشاكل، مش لازم يعني ثريا. فلا يعني عادي، ثريا بالنسبه لي 2-1 يعني. هل بتتضايقي لما حد يقول انك شبه الفنان رامي مالك، ولا فرحانه عشان كده افضل لعيبه ومعاكي اوسكار كمان؟ لا خالص، مش بتضايق خالص يعني. بالنسبه اصل مش حد واحد بس اللي قال لي ان انا شبه رامي مالك، ده حتى فرقتي في النادي بتقولي ان انا شبهه. ولسه النهارده كانوا باعتين لي على جروب الفرقه، لا ده اكيد الشبه ده مش طبيعي. وانا رديت لا يا جماعه انا شبهه بالظبط يعني، انا نسخه منه وحتى كانت الصوره جايه بالجنب، فانا هو لا احنا واحد يعني. حتى لما الناس تقعد تقول ده عنده اخ توام، فبقعد اقول لا ده واخت توام كمان. لا مش بشوف نفسي يعني رامي مالك، هو حلو برده عادي يعني، ما عنديش اي مشاكل. لا يعني انا عايزه اشكر كل الناس اللي بتتابع في الجول، وعايزه اقول لكم ان انا هستنى كل الكومنتات اللي هتكتبوها. وانا مبسوطه قوي ان انا كنت هنا، ومبسوطه قوي بالاسئله اللي انت سالتوها لي، واشوفكم وقت تاني. ميرسي.